ذكرهم الله عز وجل وذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى سمى سورة بكاملها بالشعراء، فقال سبحانه وتعالى: ألا ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فطوبى لكل شاعر إذا قال ما يفعل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: أهجهم وروح القدس معك. استغرب الصحابة قالوا: يا رسول الله، تأثروا بشعر الكفار؟ قال: والله لا، شعر حسان بن ثابت أشد على الكفار من الرماح ومن السيوف. والرسول اتخذ 11 شاعرا يذودون عن الدعوة، يعني كما اتخذ فرسان اتخذ شعراء. فالكلمة الطيبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة. هذه الجلسة إن شاء الله نحتسبها صدقات من الشعراء على أعمارهم وعلى أولادهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد يا ربي كما جمعتنا مع هذه الوجوه الطيبة مع أصحاب الكلمة الطيبة. اللهم صل وسلم على البشير النذير صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اجعل كل من تفوه بهذه الكلمة الطيبة اجعلها صدقات له في ميزان حسناته يوم القيامة. بارك له بها في عمره، واجعل خطواته وسفره في سبيلك متقبلا يا رب العالمين. وجميع من حضر وشارك، الله ان شاء الله يجازيكم خير الجزاء. اللهم يا ارحم الراحمين كما جمعت بيننا في هذا المجلس الطيب، فاجمع بيننا في مجلس خير منه وفي مكان خير منه بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالجنه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين.